السلام عليكم أيها الشعوب العربية وخاصة الشعب السوري الجريح والمناضل. هاي العدو الروسي في مقالة عن موضوع طرطوس الآن أيضا بإضافة لحميميم. سوريا هجمات الطائرات المسيرة على حميميم وطرطوس تحير الروس، فحتى حصل أيضا 13 طائرة إلى حد الآن ساروا فوق طرطوس. أرجو أن تسمعوا وتنتبهوا، يعني قاعدة طرطوس أيضا الآن الضباط النصيرية يريدوا أن يحجموها لأنها الضباط الروس يسرقون كل شيء ولا يعطوا شيء لضباط القرداحة وضباط طرطوس. طيب الآن عندنا بيروت دمشق القدس العربي، وكالات أفادت وزارة الدفاع الروسية أمس بأن طائرات بدون طيار محملة بمتفجرات هاجمت القواعد الروسية في حميميم وطرطوس في سوريا ليلة الجمعة والسبت. يعني ليلة الجمعة والسبت الطائرات طارت فوق طرطوس، يعني حتى قاعدة طرطوس الآن في خطر. القاعدة الروسية في طرطوس التي عمرها 50 سنة في خطر، يعني وقال رائعة وموضوع رائع جدا أرجو الانتباه إليه. المهم دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا أو أضرار، الأمر الذي دعا محللين للتساؤل عما يجري خصوصا في سماء ريف مدينة جبلي في محافظة اللاذقية، وبالتحديد فوق القاعدة الروسية في حميميم المحمية جدا والمؤمنة من الروس. يعني هي قاعدة حميميم مؤمنة ومحمية أكثر من القواعد الروسية في داخل روسيا وأماكن أخرى وأوكرانيا. فشوفوا قديش يعني الروبوتات الآن صارت من السهل جدا أن تخسر الجيش الروسي والطيران الروسي والمطارات الروسية، وهو أمر حير العسكريين قبل السياسيين وسط استنفار أمني واسع للقوات الروسية. يعني هذا استنفار واسع يعني بيخسر مينيموم 50 مليون دولار في اليوم للقوات الروسية، لأنه يعني يجب أن دائما تكون طيارات تطير ودوريات وأكل خاص وليل نهار الناس شغالة. المهم وهو أمر حير العسكريين قبل السياسيين وسط استنفار أمني واسع للقوات الروسية ونظيرتها التابعة للنظام السوري والجماعات المتحالفة معها. يعني عندها قوات إيرانية وقوات حزب الله وقوات عراقية، ومع كل هذا عم يصير هذا الضرب للقواعد الروسية في سوريا. إذ يأتي ذلك بعد أسبوع من تعرض حميميم لقصف بقذائف الهاون، 20 قذيفة هاون مينيمم خلال 4 أيام نزلوا على مطار حميميم كما ذكرنا في الفيديوهات الأخرى، أدى إلى مقتل 4 جنود روس وتحطم طائرات وسط تعتيم روسي على الحادث. 4 جنود يعني ضربوها بعشرة، يعني 40 جندي روسي. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بيان للوزارة أن 10 طائرات بدون طيار محملة بمتفجرات اقتربت من قاعدة حميميم الجوية الروسية. يعني مبارحة أو قلت مبارحة 10 طائرات طارت فوق حميميم، وفي حين اقتربت 3 غيرها من قاعدة الأسطول الروسي في طرطوس. يعني الجيش الروسي يعترف أن طيارات بدون طيار حلقت فوق طرطوس فوق القاعدة العسكرية الروسية في طرطوس، وأضافت أن هذه الهجمات التي نظمت لأغراض إرهابية لم تسفر عن ضحايا أو أضرار مادية، موضحة أن قاعدتي حميميم وطرطوس تعملان بشكل طبيعي. وأكد البيان تدمير 7 طائرات من أصل 13 طائرة، يعني 13 طائرة بدون طيار طاروا فوق القاعدة الروسية في طرطوس وحميميم، في حين اعترض الجيش الروسي 6 منها. يعني هذا يدل على إيش؟ أكيد يا أما بيت شاليش يا أما بيت مخلوف يا بيت الأسد نفسهم، هن زعلانين من الروس لأنه ما عم يحصلوا على السرقات، ومعترفين أن الروس عم ياخدوا كل السرقات وهن ما عم يطلعوا من شيء. لا شبيحة مخلوف ولا شبيحة شاليش ولا شبيحة الأسد عم ياخدوا فلس، فهم اللي عم يقوموا بهذه الهجمات أو عم يساعدوا الثوار بهذه الهجمات، لأنه هذه الهجمات تحت سيطرة كلية تحت سيطرة شبيحة الأسد وشبيحة مخلوف وشبيحة شاليش. فأرجو الانتباه لهذه النقطة. بعدين ويأتي الإعلان عن الهجوم بعد مقتل 4 جنود نهاية 2017 بينهم 2 في هجوم بقذائف الهاون على قاعدة حميميم. وقد ذكرت صحيفة كوميرسانت أن الهجوم
دمر عمليا 7 طائرات عسكرية. الصحفيين الروس صوروا 7 طائرات عسكرية مدمرة، إلا أن وزارة الدفاع نفت ذلك بشدة، مشيرة في الوقت ذاته إلى تعزيز الأمن حول قاعدة حميمين. وأوجدت بالأزرق نقطة مهمة جدا أريدكم أن تنتبهوا لها، وأوجدت الهجمات المتكررة على القاعدة الروسية الأكبر في سوريا حالة من التخبط في صفوف قوات الروس والنظام على حد سواء، تخبط في قوات الروس والنظام على حد سواء. يعني بعد 7 سنين لضرب الشعب السوري وقهره وظلمه وتهجير 10 ملايين وقتل 1 مليون شهيد ومليونين شهيد ومليون ونصف معاق، ما زالت القوات الروسية والسورية متخبطة وليست مسيطرة. سمعتوا أيها الثوار، أيها الثوار الشرفاء، اصبروا وصابروا، فما زال تخبط لأقوى جيش في العالم روسي موجود في سوريا، ما زال يعاني وما زال يخاف من طائراتكم الصغيرة بدون طيار. بعدين نكمل هون، خصوصا لجهة تحديد الطرف المسؤول عن إطلاق الطائرات والقذائف ودوافع تهديد القوات الروسية في عقر دارها. يعني هلا هن عارفانين انه الضباط النصيريين والضباط تبع حرس الثوري الايراني وضباط اخرين من الثوار عم يلعبوا فيهم كره. فيعني روسيا كل هدفها هو سرقه سوريا وسرقه النفط والغاز وسرقه الجمارك، وحتى المطارات في سوريا يختمها الضابط الروسي. الضابط السوري ليس له علاقه ولا يستطيع ان ياخذ رشاوي في المطار والحدود وعلى الجمارك، فهذه اريد ان تنتبهوا لها. وهذا الصراع سيدوم وبشراسة، وهم الذين يبيعون السلاح والذخائر للثوار، تذكروا هذا الكلام. على كل حال ما بدي أطل عليكم، أنا هاي صار 7 دقائق، أنتم إن شاء الله اقرأوها هذه المقالة وتابعوها على القدس العربي. المهم يعني أن صواريخ S-300 وصواريخ S-400 ليس لها قيمة، وكل هذه التجارب الروسية التي قامت بها $50 مليار و$100 مليار خلال هذه 7 سنوات لا تسوي فرنجين أمام طائرات الروبوتات الصغيرة التي يلعب فيها الثوار وبمساعدة ضباط النصيريين من قرداحة ومن جبلة. فهذا يعني يجب أن تحللوه وتفهموه وتفقهوه وتعرفوا أن سوريا يعني ستتحرر، سوريا ستتحرر من الاحتلال الروسي، والدفاع عن هذه الأراضي السورية الشريفة هو موضوع مهم ولكل المسلمين يجب أن يهتموا فيه. وأقرأوا المذاهب الأربعة يا أيها الصوفيين، خاصة أنتم، أنا الصوفيين تبع سوريا يعني حقيقة في لهم حساب خاص، يعني يشغلون الناس في أشياء وينسون الدفاع عن أراضي المسلمين من أهم الفروض الأعيان. فأرجو أن تفقهوا الدين الإسلامي، والآن عندنا محتل وغازي ويغتصب النساء وجلب المحتل الإيراني ويغتصب النساء والأطفال ويقتلهم. فأرجو يعني أن تحكوا رأسكم أيها الصوفيون، ولا تضحكوا على أنفسكم، ولا تظنون أن الله سيعطيكم أجر وأنكم تحبون رسول الله فأنتم تخادعون أنفسكم. فيجب أن تساعدوا الثوار، تساعد الثوار بكل معنى الكلمة على حسب ما يتطلب منكم من المذاهب الأربعة. فتفقهوا ولا تتزندقوا، تفقهوا ولا تتزندقوا، لأن لن يحميكم هذا النفاق والزندقة. ويجب أن تتمسكوا بدين الله، ويجب أن تدافعوا عن الأراضي السورية وتحموها من الاحتلال الروسي، وهذا الذي سينفعكم. وبقية الشعب السوري نفس الكلام أوجهه لكم، وجزاكم الله خير، والله ينصر الثورة السورية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.